السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشويات التركية كلنا بنسمع عنها وبنشوف قد ايه بتكون مبهجة، شكلها حلو وجديدة على السفرة. لو عندك ضيوف بتكون سفرتك شكلها شيك وحلوة جدا. اللي شجعني جدا على سفرة النهاردة ان انا عازمة حماتي وعايزة اعمل حاجة تكون مميزة وتفتكرني بيها يعني دايما يعني، فحبيت من ضمن الاطباق اللي انا عاملها هي المشويات. والحقيقة جوزي قال لي هساعدك وهقدم معاكي وقطع العيش زي ما انتم شايفين كده، فتعالوا ان شاء الله نشوف ازاي هنعمل المشويات كلها بتتبيلة واحدة. يعني انا برضو بحاول اسهل على نفسي وما صعبش الدنيا، ازاي بتتبيلة واحدة نقدر نعمل مشويات مشكلة وكمان خضار مشوي. الحقيقة اللي هي فعلا كانت لذيذة جدا ومميزة، وتقدري تعتمديها على اي عزومة عندك، تعملي منها صنف او اتنين او تكتفي بيها كده مشكلة كده مع سلطات. حلوة جدا. تعالوا بقى نشوف ازاي ممكن نعملها ونجهزها. ممكن نتبل الحاجات دي من قبلها بوقت وبعدين نشتغل فيها، او في نفس اليوم على طول. فالتتبيلة بسيطة جدا، عبارة عن بصل، فلفل احمر، طماطم، صلصة طماطم، بابريكا وملح وفلفل. زي ما احنا شايفين انا شلت البهارات، يعني مش محتاجة بهارات في التتبيلة النهاردة، وخل، ومعتمدة جدا على دبس الرمان. دبس الرمان من الحاجات اللي مش سهلة، طعمها روعة، حبيته جدا. فابتديت اللي انا اقشر البصل وبقشره كده في كيس عشان ارمي بقى الكيس ده، ويعني الدنيا برضو تفضل نظيفة وابقى محافظة على نظافة المطبخ. ودايما لما بتقفي كده وتبقي يعني عارفين يعني مشغلة جنبك مثلا قرآن، بتقري اذكار، كل الكلام ده بيفرق جدا ان الحاجة تطلع معاكي مميزة وحلوة. ساعات كتير قوي لما اكون مركزة وعايزة اطلع حاجة تكون مميزة بتبوظ يعني، فان شاء الله تطلع النهاردة حلوة علشان السفرة تبقى ان شاء الله شكلها شيك وحلو. حطيت الطماطم واستبدلت الطماطم الفريش بطماطم معلبة، والفلفل الاحمر والملح والفلفل والبابريكا. مش لازم بقى نحط شطة كتير، يعني حاجة بسيطة قوي. لو عندك فلفل احمر اللي هو الرومي ينفع برضو، والبصل، وهحط خل. التتبيلة دي زي ما قلت لكل حاجة، الخل والدبس الرمان فعلا فعلا من الحاجات المميزة. اللي مجربش يحط دبس الرمان في المشويات يجرب، يعني فعلا من الحاجات اللي فعلا حلوة جدا وبيعتمدوها في تركيا وفي يعني في بلاد كتير. دلوقتي انا بضربهم في اي كبة او اي محضرة طعام، ومحضرة هنا مصفى وطبق. ليه بقى؟ علشان انا عايزة اخد التتبيلة دي اقسمها لحاجتين. اول حاجة اللي هي مية البصل بالطماطم بكل حاجة دي تبقى تتبيلة، والتفرز نفسه بتاع البصل والطماطم هعمل بيه الكفتة. هنشوف مع بعض اهو بالتفصيل. دلوقتي انا طحنتها وبصفيها، ولما اصفيها كده المية بتاعتها بتنزل. احسن حاجة ان احنا نتبل المشويات من غير ما يكون فيها تفل بصل علشان ما يتحرقش عليها ويعمل طعمه مش ظريف وشكل كمان. فدايما حاولي تعملي مية البصل بس بالطماطم. دي الخلطة اللي هي اللي انا هعمل بيها الكفتة. يبقى انا كده عندي خلطتين زي ما اتفقنا. تعالوا بقى نشوف هنتبل ازاي اللحوم اللي عندي. لحمة مفرومة عاملها كفتة، ولحمة برضو بس بتستوي بسهولة جدا، حتة مثلا من العرق او كتف او حاجة تكون طرية، علشان طبعا دي هتشوي يعني مش هتاخد في ايدينا اي مجهود او وقت خالص، فنختار حتة لحمة تكون طرية وكويسة. دلوقتي انا قسمت نص المقدار هحطه على اللحمة، هتبل اللحمة والنص التاني للدجاج. تقدري طبعا تتبلي صدور دجاج، وراك، شيش طاووق، اللي عندك. انا النهاردة بالصدفة يعني عندي صدور من الدجاج، فحبيت برضو يكون صنف من الاصناف مع المشاوي. دلوقتي كده انا تبلت اللحمة اهي، هشيلها بقى على جنب. وبقيت التتبيلة اللي هي عبارة عن مية بس مش ما فيهاش البصل هحط فيها صدور الدجاج. يبقى زي ما شفنا نفس التتبيلة. ممكن نزود خل شوية في التتبيلة اللي فيها لحمة،
لان اللحمه بتحتاج شويه سوا، بس انا عشان اللحمه عندي طريه هستعمل نفس التتبيله. ودي اللحمه المفرومه اللي انا هعملها كفته بس بالبصل اللي هو متصفي ده. الاضافه الوحيده اللي انا هحطها عليه هو شويه شوفان، لان الشوفان هيساعد على تماسك الكفته، وهو اصح حاجه ممكن تتحط برضو. بنعمل عزومه وكده وندور برضو على حاجات صحيه، مفيش مشكله، اللي عايز يحط بقسماط. بس الشوفان غريب جدا، لما بحطه في الكفته ما بيبانش ابدا اللي انا حاطه حاجه، ولكن لو حطيتي بقسماط بيبان طعمه، بيبان كده ان في طعم حاجه، يعني مخليها متماسك زياده عن اللزوم. دلوقتي انا تبلت كل الحاجات، ممكن اسيبها تستريح شويه او تتبل، يعني تاخد وقتها شويه في التلاجة، وبعدين اجهز شويه خضار اشوي مع المشويات دي، عشان طبعا الخضار من الحاجات المهمه. فجبت بصل، فلفل، طماطم، بتنجان، وملح وفلفل وبابريكا، وتاني دبس الرمان لاني برضو بحبه جدا، وشويه زيت. هعمل تتبيله بسيطه سهله جدا، مش هتحتاج بقى خلاط ولا حاجه، كده كله كده على بعضه ويتقلب. فحطيت معلقتين من زيت الزيتون ومعلقه كبيره من دبس الرمان، وهحط الملح والفلفل والبابريكا. زي ما احنا شايفين الوصفه كلها ما فيهاش بهارات، بعتمد بس على طعم اللحمه ذات نفسه، واعتمد على طعم الخضار قد ايه مختلف وقد ايه طعمه حلو وشيك جدا. يعني الحقيقه فعلا كان مختلف. دي التتبيله اللي انا هعمل بيها الخضار. جبت طبق واسع وقطعت الخضار مكعبات كبيره، وهحط عليها التتبيله الجميله دي. اكتر حاجه زعلتني من دبس الرمان اللي انا قريت على الازازه ان هو حاطين فيه سكر. طب ليه كده؟ يعني كنت خلوه من غير سكر. دايما بحاول ابعد عن اي حاجه فيها سكر. حطيت دلوقتي التتبيله بتاعت الخضار وهسيبه بقى على جنب. هبتدي بقى احط الحاجات في السيخ كده، هشيشها. فاللحمه هحطها في السيخ، لبست بقى طبعا جوانتي، وهبتدي ادخلها. زي ما احنا شايفين سهله جدا. احنا دايما ممكن تكون الحاجه مش سهله، بس احنا نقول سهله عشان نسهل على نفسنا وتطلع الحاجه معموله بالحب ومعموله حلو. تعالوا بقى الكفته كمان اهي، الكفته وفي شويه ميه بصل بتاعه تتبيله اللحمه ممكن استعملها. وزي ما احنا شايفين ان الكفته هي متماسكه بسبب الشوفان طبعا اللي احنا حطيناه. هبلل ايدي شويه كده واصبع الكفته بالطريقه العاديه او بالطريقه التركيه اللي هي نخليها مبططه شويه، مش بالشكل العادي اللي احنا بنعمله بيه. يعني نحاول بقى نقلد شويه الاتراك في الموضوع ده. اهو كده زي ما احنا شايفين كده عملت الكميه. وادي صدور الدجاج برضو خلاص كده اتبلت، برضو هحتاج ان انا احطها في الاسياخ. دي بقى سهله جدا، بتخش بسهوله جدا. كده خلصت، مش ناقص عندي غير التسويه. التسويه هتكون في الفرن. فجبت بقى الخضار وجبت اللحوم اللي انا تبلتها، صينيه كبيره، اكبر صينيه عندي، ودي صينيه تيفال فمش هدهنها حاجه. هحط الخضار، الخضار عليه زيت فخلاص. وتعالوا بقى نروح على البوتاجاز. شغلت الشوايه من فوق وحطيت الصينيه بتاعه الخضار من تحت، وعلى شبكه الفرن ذات نفسه حطيت اللحوم. زي ما احنا شايفين بالشكل ده هتشوي. ايوه هتشوي. حطيت اهو الكفته واللحمه والدجاج وتحتيه الخضار، وهسيبه كده لحد ما الاقيه خد لون. كل شويه اقلب. طبعا باب الفرن مقفول، عشان كذا مره عملت الطريقه دي ناس سالوني بتسيب باب الفرن؟ لا، باب الفرن مقفول عشان الحراره دي كلها تطلع عليك. يعني ابتدي اقلب 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 لحد ما الاقيه خد لون من كل الجهات، وبعدين اطلع الخضار بقى فوق يتشوي برضو شويه. ممكن اشيل الحاجات اللي اتشوت، ولو احتاجتي شويه اللي انت تشغلي الفرن بس غطي كل الكلام ده بالفويل، ممكن تحتاجي شويه الفرن لو اللحمه بتاعتك شويه عايزه سوا. ولكن انا درجه الحراره معقوله جدا وسوت لي الحاجه. ممكن تحطي فحمه على حسب رغبتك، بس عشان المشويات التركيه تتحط على الفحم، فاحنا يعني حطينا الفحم. ودلوقتي ده العيش التركي طبعا، ده شاريه من بره.
تقدري برضو تعمليه في البيت او اي عيش عندك، ولكن بقى عشان نعمل السفرة شكلها حلو يعني جهزت بقى السلطات، ودي المشويات لما طلعت من الفرن. نقطع بقى العيش ونقدمها جنب السلطات اللي احنا حابينها. اتمنى ان شاء الله النهاردة تكون السفرة عجبتكم وتجربوا الاصناف ديت، وان شاء الله بقى في اخر الفيديو هسيب لكم برضو افكار ل يعني عزومات تانية تقدري برضو تاخدي منها افكار وتشوفي تقدمي منها ايه، اللي هي بس مجرد يعني فيديوهات من غير صوت. اللي عايز بقى اي فيديوهات للعزومات هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.